يختتم اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته 53، حيث تقام العديد من الفعاليات الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. بعد تحية جرمين، انقلي لنا أهم فعاليات اليوم الأخير من المعرض وحجم الإقبال من قبل المواطنين، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن. نعم أميرة، بعد التحية، كما ذكرت اليوم هو اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته 53. هذه النسخة التي أقيمت بمشاركة أكثر من 1000 نشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 50 دولة حول العالم، وحلت اليونان كضيف شرف لهذا المعرض وهذه النسخة. يعني الحقيقة هذه النسخة من المعرض كانت نسخة استثنائية، نظرا لأنه كان فيها عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت للمرة الأولى. من ضمن هذه الأشياء هو إصدار النسخة الخاصة بالمشروع الكتاب الرقمي من الهيئة المصرية للكتاب. أيضا في هذه النسخة تم استخدام أحدث وسائل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. يعني على سبيل المثال، تم يعني عرض شخصية المعرض هذا العام الكاتب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام عن طريق شاشات تعمل باللمس وفي عرض تفاعلي مع الجمهور. أيضا تم استحداث جائزة أفضل كاتب عربي في هذه النسخة. هذا المعرض بينقسم لخمس قاعات. أيضا للمرة الأولى تم تخصيص قاعة كاملة على مساحة 400 متر للطفل، وكانت بمثابة معرض موازي لأنشطة وكتب الطفل. كانت هذه القاعة تنقسم لعدد من الأقسام خاصة دور نشر لإصدارات الطفل وأيضا الكتب المدرسية، إلى جانب إقامة عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية وورش الحكي الخاصة بالأطفال. أيضا المنصة الرقمية تم إضافة فيها عدد من يعني التقنيات والفعاليات الجديدة. هذه المنصة التي تم إصدارها العام الماضي، ولكن هذا العام تم يعني إتاحة فيها خاصية شراء الكتب أونلاين وتوصيلها لأي مكان في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصرية، إلى جانب الإصدارات أو الفعاليات الأخرى الخاصة بهذه المنصة مثل الاطلاع على الأنشطة وأجندة المعرض وأيضا شراء التذاكر. الحقيقة كان هناك تنظيم كبير للمعرض في هذه النسخة وإقبال كبير جدا من المواطنين حتى اليوم، وهو اليوم الأخير يعني منذ وصولنا، وحتى الآن شهدنا إقبال كبير من المواطنين في الفرصة الأخيرة واليوم الأخير لشراء الكتب والتمتع بالأنشطة الثقافية والفنية. وصرحت إدارة المعرض أنه يعني عدد الزائرين تجاوز 1,000,000 زائر في هذه النسخة من معرض القاهرة الدولية للكتاب. أعود إليكم في الاستوديو. جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.